يستعد الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم لإحياء حفل موسيقي ضخم برفقة فرقته الخاصة يوم 18 أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان القلعة. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساء، وبيعزف من خلاله عمرو سليم باقة كده من أروع أعماله الموسيقية، إضافة لمجموعة من أعمال الموسيقى العربية واللي أعاد سليم صياغتها مرة تانية عشان تناسب آلة البيانو. معنا دلوقتي الفنان عمرو سليم. يا مساء الفل عليك. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. يعني آلة البيانو دي من أرقى الآلات وأجملها، وبتدي كده خليني أقول فايب حلوة قوي، وعايزين نعرف منك كده رأيك في المهرجان دلوقتي ونسخته الحالية واهتمامه خليني أقول بكل أنواع الفنون، يعني مش بس الغنى ولا المسرح، لكن كمان رجع لنا مرة تانية الموسيقى، موسيقى الطرب وكل حاجة مهتم بيها في الحقيقة. ايوه، هو بص، هو فكره المهرجان عامه لطيفه جدا جدا، لانه في ناس ما بتعرفش تروح الاوبرا، فلما بتتاح لهم الفرصه انهم يروحوا المهرجان بتاع محكى القلعه وغير محكى القلعه، يعني في كذا مهرجان اظن ساعات بيبقى فيه قاعتين وساعات ثلاثه بيبقوا شغالين في نفس اليوم، فمتنفس جميل وفي نفس الوقت فرصة للفنانين اللي أشرف أن أكون واحد منهم اللي بيعرفوا بالمهرجان ده يلاقوا الجمهور اللي مش عارف يجي لنا. يعني حاجة أشكر كل القائمين على فكرة إن احنا نقدر نوصل للي مش عارف يجي لنا، دي حاجة جميلة جدا. أكيد. عجباني يعني من سنين، أن أنا بلعب تقريبا كل سنه مع الاستاذ مدحت، والمهرجان بتاع اليوبيل الفضي اظن اللي هو يوم اللي هو كان دوره 25 عملت برضه حفله بيانو. بس عايزه اتكلم عن علاقتك بالفنان مدحت صالح وبدايتكم كده مع بعض، كانت عامله ازاي البدايه مع الفنان مدحت صالح؟ احكي لنا عنها اكتر. أنا ومدحت صالح اتقابلنا في مسرح البالون سنة 77. أنا كنت بشتغل في فرقة أنغام الشباب، وهو جه بعدية كانت بقيادة السيدة منارة بوهيف. هو جه بعدية بحوالي مثلا 3-4 أشهر، وبعدين احنا الاثنين سيبنا الفرقة، هو اتجه للغنى وانا عملت فرقه عمرو سليم المزيكا، وبعدين انضم لينا مها وشريف مطربين، وبعدين اتفشكلت الفرقه دي سنه 90، فرجعت انا ومدحت نشتغل مع بعض تاني من سنه 90 لدلوقتي الحمد لله. الحمد لله. طيب حضرتك عملت موسيقى تصويريه للعديد من الافلام اللي كسرت الدنيا. اللي عملته وعجبني وكان حاجه وقتها فكره مجنونه شويه، كان فيلم كتبه الاستاذ احمد رجب، بس هو سيناريو وحوار احمد رجب، وكان اسمه الوزير جاي. دي كانت اول حاجه عملتها زمان سنة مثلا يتهيألي مثلا 83 84 حاجة كده. كانت فكرته حلوة قوي قوي، 85 فكرته كانت حلوة قوي ولا تزال موجودة لغاية دلوقتي. ايه بقى فكرته؟ انه ايه اللي بيحصل لو وزير قرر يزور مصلحة حكومية؟ الراجل ده بقى كان شايف الموقف ده سنة 85. ده كان فيلم. بعد كده عملت فيلم تاني برضو كانت فكرة جديدة خالص اسمها الاتحاد النسائي. بعد كده عملت فيلم كمان لنور الشريف ونبيل الحلفاوي وإلهام شاهين، كان اسمه السعود، مش فاكر، حاجة إلى القمة ولا الصعود إلى القمة، صعود للقمة.
طيب الاعمال اللي يعني اللي بتستهوي حضرتك، يعني بما ان حضرتك مش اللي عامل المصير او لن اعيش في جلباب ابي، لكن خليني اقول دي اعمال برضو ثابت علامه، هل أيوة النوع ده من الموسيقى بيستهويك ولا الكلاسيك اكتر؟ هو لا، مش قصه كلاسيك او شرقي، هي دايما انا بيستهويني الحاجه اللي احس انها محققه الهدف منها. يعني المزيكا اللي بتوصل لي الشعور اللي من اجله اتحطت المزيكا لازم احبها. ده بالك. في اوقات يعني جت فتره كده في الثمانينات والتسعينات كان بتتعمل التتر اغنيه زمان قوي، كان يمكن اذكر احتمال تكون كان في مسلسل كان اسمه الضباب، واللي غنى فيه عماد عبد الحليم، ومتهيألي دي كانت اول مره والله اعلم لو انا فاكر صح، ان اغنيه تتر مسلسل هي ال يعني يبقى في الاتجاه ده، وكان وقتها عماد لسه شاب جديد وضربت والله يرحمه بقى نجم وهكذا. بعد كده ابتدت بقى فكره المسلسلات التلفزيونيه يبقى فيها اغنيه، ففي اغاني كتيره بقى لناس كتيره بقى اخاف انسى، يعني في حاجات لابو العيلة البشري، في اللي عمله محمد الحلو ديزينيا، في حاجات ل عمر خيرت، في حاجات لياسر عبد الرحمن، في حاجات، لا يعني فكره المزازيك اللي بتستهويني ببساطه عشان ما تتوهيش معايا اللي محققه المطلوب منها الحقيقيه، يعني لان في ساعات برضو بتبقى مزيكا مش حقيقيه. يعني يا الفنان عمرو سليم بنشكرك على المداخلة الحلوة دي، ويعني أنا بحس إنه البيانيست هو من أرقى أو البيانو عامة من أرقى الآلات، كل الآلات حلوة جدا، بس البيانو برضو بيقدر يوصل كده مشاعر معينة مميزة جدا، فبنشكرك يا فندم على المداخلة الحلوة دي.